قرار مفاجئ وغير مسبوق تتخذه واشنطن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يقضي بتزويد الجيش الأوكراني بذخائر وقنابل عنقودية، وهو قرار عكفت الإدارة الأمريكية على دراسته لشهور قبل اتخاذه بسبب تأثيراته المصيرية على مجريات الصراع، فهي تعتبر من أكثر الأسلحة فتكاً وتدميراً في العالم، وتأتي في الترتيب الثاني بعد القدرات النووية، وتختلف خصائصها التدميرية والتفجيرية بشكل جذري عن القنابل والصواريخ العادية من جميع النواحي. والذخائر والقنابل العنقودية على اختلاف أحجامها وأنواعها التي يصل طولها إلى بضعة أمتار تحمل عدداً كبيراً من الرؤوس المتفجرة ومصممة لتنفجر في الجو وتتفتت إلى قطع تنتشر على مساحات واسعة لإحداث أكبر تدمير ممكن عند وصولها إلى الأرض، وهذا يسمح لها بضرب عدد كبير من الأهداف في آن واحد، وهي قابلة لضرب الأهداف العسكرية أو المدنية، ما يجعلها تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالهياكل والبنية التحتية إلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، إذ من شبه المستحيل النجاة منها، خصوصاً وأنها لا تنفجر بالكامل أحياناً، ما يجعلها خطراً داهماً يبعث على الموت حتى بعد انتهاء الحرب. وتشتهر كل من روسيا والولايات المتحدة بأنهما من أكبر المصنعين والموردين لهذه الأسلحة العنقودية، كما تمتلك دول أخرى مثل الصين وإيران وإسرائيل والهند والبرازيل قدرة على تصنيعها واستخدامها، ولا تكشف جميع هذه الدول عن حجم مخزونها الحقيقي من هذه الذخائر. وبالرغم من التقارير العديدة التي أكدت استخدام روسيا للقنابل العنقودية الضخمة في أوكرانيا وظهور العديد من مقاطع الفيديو التي تسجل لحظة ضربها وتفجيرها في مناطق مختلفة، إلا أن الرد الروسي على تقديم هذه القنابل لأوكرانيا قد يكون معقداً وصعباً، لأنها ستعرقل تقدم القوات الروسية في الجبهات الساخنة وستوقع خسائر فادحة في صفوف الجنود الروس، ما يفتح الباب على احتمالات بدء وزارة الدفاع الروسية في استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا. وقد جاء هذا التلميح على لسان السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف الذي قال بأن البيت الأبيض يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة. وتعتبر الذخائر والقنابل العنقودية أسلحة محظورة دولياً بموجب اتفاقية أوسلو لعام 2008 التي تم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول، ومع ذلك كله لا تزال بعض الدول تستخدم هذه الأسلحة وتواصل تصنيعها دون أي اعتبار لأبعاد إنسانية مهمة مثل خطورتها الكبيرة على المدنيين وتأثيراتها السامة على التربة والبيئة والتي تستمر لسنوات طويلة. ولذلك تشهد الجهود الدولية لمنع استخدام الذخائر والقنابل العنقودية تقدماً مستمراً من خلال المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية التي تعمل على نشر الوعي حول الأضرار البشرية والبيئية الناجمة عن هذه الأسلحة، في محاولة لتشجيع الرأي العام على دفع الدول للتوقف عن استخدامها والتخلص من المخزونات المتبقية. كما تحاول جيوش عديدة تطوير تكنولوجيا جديدة تكون قادرة على الكشف عن الذخائر غير المتفجرة وتطهير المناطق الملوثة بها للحد من حجم الضرر الناجم عنها.